طيب نسمع رأي أسطورتنا الكبير الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. يا كابتن فاروق مشرف ومنور. كريم حبيبي ازاي؟ أخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ تمام الحمد لله. أنا كنت بتكلم منذ لحظات عن معايير اختيار مدير فني جديد لمنتخب مصر، اتحاد الكرة حتى هذه اللحظة ما قالناش ايه المعايير اللي هيختار بيها، ما قالناش مثلا إنه هيعمل لقاءات مع مدربين يجوا يدربوا منتخب مصر، وقلت إنه ضروري يبقى في معايير عشان بعد كده نحاسب بيها اتحاد الكرة، واتحاد الكرة يقدر يحاسب بيها المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، رأي حضرتك إيه؟ تمام، أنت لما تيجي تعمل معايير لازم تعمل لجنة تشتغل على المعايير يعني، طبعا لجنة تكون أكاديمي مثلا ويكون ممارس ويكون درب ويكون وصل لدرجة من التدريب أو لمرحلة من التدريب إنه بيقدر يقيم المدرب، ودي المعايير اللي أنت هتتكلم عليها. وتحط له أهداف ليه يعني، ما تتكلم في المعايير تتكلم في الناحية مثلا الثقافية، الناحية العلمية بتاعته، خبراته، الحاجات دي كلها بتدي تحطها على جنب، لكن لازم تبقى حاطط له التارجت يشتغل عليه إن هو هيحقق لك مثلا أنت جايبه عشان إيه؟ جايبه عشان اعمل منتخب الاول، اكون او احضر منتخب جديد لمده 4 سنين يشتغل عشان يشتغل كاس العالم. ثاني حاجه ان انا اكون جايب حد عنده خبرات تقدر، مش عايز اقول بقى خبرات افريقيه وعربيه وكلام احنا يعني استهلك الكلام ده، يكون عنده خبرات يقدر يختار اللعيبه بشكل كويس، عينيه كويسه، مع لجنة بتعرض عليه لعيبة معينة، واللجنة دي هتبقى من خلال اتحاد الكورة، يعني اتحاد الكورة المفروض هيعمل لجنة تبتدي تفكر في أسامي لعيبة أو تكون بتتابع لعيبة معينة يعني، ودي بتخلي يعني كأنهم مثلا كأنهم مستشار يعني، اللجنة دي استشارية يعني. طب مش ده دور الجهاز المعاون كابتن فاروق؟ يعني الجهاز المعاون اللي معايا يعرض عليه لاعبين ويقول له بص على دول بص على دول. بس انت لما بتيجي تخش على الناحيه الاكاديميه لازم تروح للناحيه الاكاديميه يعني. انت بتقول بتتكلم عن معايير، الممارس بيبقى جزء من المعايير طبعا. لكن انت بتتكلم عن المعايير يعني ما تيجي تتكلم على البرامج، تيجي تتكلم على التحليل الفني، التحليل الاداء، التحليل يعني التوظيف اللعيب في الملعب شكله عامل ازاي، المعدل البدني بيبقى شكله عامل ازاي، المعدل الفني بيبقى عامل ازاي، التنسيق في الملعب، الخطوط في الملعب، اللعيبه اللي قريبه من بعض في الاداء الحركي، كل الحاجات دي انت بترجع لازم ترجع للناحيه الاكاديميه. صحيح. لازم تبقى لازم يبقى معاك شريك، يعني مش ضروري اللجنه فيها فنيه، فيها نواحي مثلا اكاديميه، فيها نواحي مثلا بتتكلم على معنويا، نتكلم انت تعرف الاعداد المعنوي دلوقتي بقى زي ما بتتكلم على الاعداد الفني، الاعداد البدني، الاعداد المعنوي هو اللي بيأهل لك ان انت تطلع الناحيه الفنيه، الناحيه البدنيه. يعني بيأهل لك نفسيا ومعنويا ان انت تكون جاهز تأدي بشكل كويس. اللي احنا ما بنهتمش بدي، احنا بنقول مثلا في اوضه اللبس شد حيلكم يا رجاله، لا ده لازم يبقى فيهم حاضر. يعني الهدف اللي دايما الالعاب الفرديه او الالعاب مثلا بتتكلم عن الملاكمه او اي لعبه فرديه، هتلاقي طول ما المباراه شغاله المدرب بيطلع يقول له ايه؟ انت هتكسب، انت معنويا انت الاقوى، انت اللي بتتحرك، انت الاخف، يعني بيأهله ان هو يكسب، يحطه على التارجت بتاعه ويحطه على التراك بتاع المكسب. هو ده الناحيه المعنويه. في لعيبه بتخاف من المباريات. صحيح. يعني انا هكلمك في حاجه مهمه جدا، انت رايح السنغال واللعيبه خايفه. من الجماهير، انت حضرت الاول عملت اعداد نفسي ضد اللعيبه، ان انت هتقول 50,000 متفرج هم، واحنا ما عندناش غير مثلا 2000 متفرج او 3000 متفرج، وهم عملوا حاجات في الملعب احنا ما قدرناش نستغلها برضك بالثقافه، ان كان في مشاكل موجوده في الملعب هناك لكن احنا يعني تغاضينا عنها واتكلمنا فيها بعد فوات الاوان. فانت لازم تبقى في اذا بتتكلم على الاعداد الفني، الاعداد البدني، لازم تتكلم على الاعداد طيب النفسي والمعنوي، ده لازم بشكل كبير يعني. كابتن فاروق حضرتك مع ولا ضد عوده كارلوس كيروش مره اخرى لتدريب منتخب مصر؟ والله انا كان نفسي ما يمشيش صراحه. يعني انا يعني سالت اكثر من كذا مره، انا قلت لا هو ما يمشيش. خد على الكره المصريه، عرف اللعيبه، عرف طبيعه اللعيبه، بدا يحط طريقه جديده، الناس زعلانه منها. يعني الناس كانت زعلانه، ما تزعلش، انا عندي مصر اهم من اي من الانديه دي كلها. يعني مصر هي رقم واحد بالنسبه لي. صح. انا ما زعلش عشان مثلا لعيب ما انضمش للمنتخب ابقى زعلان، ابقى بحارب المدرب، لا احنا كلنا
كلنا لينا هدف واحد هو البلد. يعني اي فرقه كبيره، اهلي زمالك بيراميدز الفيوتشر اللي هيلعبوا في البطوله الكونفدراليه او ابطال الدوري، دول بيمثلوا مصر. بيمثلوا مصر، ما حدش بيمثل لا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا، لا ده بيمثلوا مصر. فانا لازم يكون عندي يعني وعي ان انا بمثل مصر، وده بيبقى شرف لاي واحد، او كل واحد بيقاتل عشان البلد نمره واحد. فانا شايف ان يعني انا من وجهه نظري كروش ما مشي ما كان في تصرف، حتى لو قعدوا معاه يقعدوا يتفاوضوا معاه يتكلموا، وتعيين كمان ايهاب جلال، ما في ظلم وفي يعني في قرار سريع، وفي في نفس التوقيت ظلم ليه، وفي نفس التوقيت انت ما اديتوش فرصه. صحيح. فالثلاث عوامل دي مثلا هتاخد منه ايه؟ الا احباط ليه يعني، عشان يوم ثاني ايهاب جلال هياخد وقت عشان يرجع، لكن عموما ان شاء الله يبقى موجود في الدوري. صحيح. لكن احنا نتمنى ان يكون مدرب شخصيه كويسه بيفكر كويس، يواكب طرق اللعب اللي في العالم. احنا دلوقتي احنا اتعودنا 4 2 3 1 4 3 2 1، اما المدرب بيلعب ب 3 4 3 بتبقى الدنيا مقلوبه. صحيح. يقول لك ده هيبوظ الفرقه، الديفنس هيبقى ضعيف. لا، لازم نتعود وانت تواكب الكره الموجوده في العالم، وده شغلك. مظبوط. عايز توصل للعالميه، عايز توصل ان انت تلعب في البطولات الكبيره، عايز تقيم بشكل جيد جدا، لازم تكون مرتبط بطرق اللعب اللي موجوده في العالم. ما تبقاش انت لسه زي دلوقتي بتفكر في اربعه، ده في ماتشات مدير فني في الانديه بيلعبها اربعه اربعه اثنين، حاجه مثلا ادمت، لكن هو عنده قدرات لعيبه تقدر تلعب كده. صحيح. طيب كابتن فاروق، عايز اخدك في جزئيه تانية كنت هتكلم فيها النهارده، وهي النهارده واحنا بنبص على قوائم الاهلي والزمالك لمباراتي الغد قدام البنك الاهلي وغزل المحله، اكتشفت عدد كبير جدا من الاصابات العضليه سواء في الاهلي او الزمالك. الموضوع ارهاق فقط ولا ممكن يبقى فيه اسباب تانية ليها علاقه بالتدريبات او ليها علاقه باسلوب الحياه؟ ايه المشكله تخلي فيه اصابات عضليه كتير قوي عند الاهلي والزمالك؟ احنا دلوقتي بنيجي ما بنيجي بنقيم الاصابه، في اصابه بتبقى مزمنه عند اللعيب، وفي اصابات عايزه محتاجه وقت. يعني انت بتتكلم على العضله الضمه دي محتاجه وقت، اللي هي عند حمدي فتحي مثلا، عند محمود علاء دي بتاخد وقت، لازم تاخد وقت، بيروح لعيب الكوره، قلب لعيب الكوره هي العضله الضمه. صحيح. هي الحاجه الوحيده يعني اللي ممكن لا قدر الله عندك غضروف هتقدر تجري، عندك مثلا تمزق هتقدر تجري على قد التمزق، لكن العضله الضمه دي ما تخليكش تلف. خلاص ما تقدرش. فالعضله دي عايزه برضك يكون متخصص، مش انا دكتور العظام مش بتاع كل حاجه، انا دكتور العظام في مثل بتاع عظم، في دكتور بتاع عضلات بتاع مصل بتاع عضلات، يعني واحد بتاع مفاصل، واحد يعني في كذا، يعني لازم يبقى تخصصات، تشكيله في الجهاز الطبي، تشكيله. ما تجيش تقول لي ده الدكتور ده كبير عالمي كويس، بس مين اللي هيعمل الاعداد للعيب ده؟ ومين اللي هيباشر الاعداد ده؟ ومين اللي هيعرف ان هو خف ولا ما خفش؟ يعني او وصل لمرحله ان بقى كويس ولا مش بقى كويس؟ انت لازم تروح الناحيه الاكاديميه، دلوقتي العالم كله لازم تروح الناحيه الاكاديميه، الناحيه العلميه هي الاساس، حتى لو انت بتلعب كوره وتربينا كلنا لعبنا بره وفي الانديه وفي الشوارع وكل ده، لكن في النهايه عشان تستمر لعيب كوره لازم هتخش تحت منظومه النظام العام ان انت يشتغل من خلال الناس اللي عندهم عندهم في ناس بتاعه كوره وناس عندها ناحيه فنيه عاليه جدا، ناحيه تكتيكيه عاليه جدا، لكن في النهايه هتروح لحاجتين، الاعداد البدني والاصابات، والناحيه الثانيه الاعداد النفسي، يعني لازم دول يبقوا هم عنصر موجودين مع الناحيه الفنيه. طيب عايز اخدك كمان لنقطه مهمه يا كابتن فاروق، وهي نقطه عامه مش هتكلم فيها بشكل خاص. الايام اللي فاتت قوي يعني، مش الايام اللي فاتت كام يوم دول، كان الناس تتحدث عن اولاد العاملين بين قوسين، اولاد اللاعبين واولاد المدربين اللي بيلعبوا كره قدم. الاسبوع ده الناس تشيد بمصطفى شوبير، الناس تشيد بسيف جعفر، الناس تشيد بيوسف اسامه نبيه، وانهم لعيبه مؤهله انها تكون لعيبه كبيره في المستقبل مع الوقت ان شاء الله. عايز رد حضرتك على هذا الامر، عشان انا امبارح كنت بقول هو يعني ذنبهم المفروض ما يلعبوش كوره عشان هم اولاد نجوم واساطير كبيره؟ بص الكوره ما فيهاش سند. ايوه يعني اي حاجه، اي وظيفه، اي شغل، اي حاجه ليها سند، يعني يقول ده ابوه كان مثل كذا، يبقى الولد بيطلع زيه، ابوه كان دكتور، الولد يمشي نفس الخط، ابوه ما عنده تنشن. الكوره لا، الكوره لازم تكون انت عندك الموهبه وعندك مثلا التحدي اللي انت هتشتغل بيه، عندك ان انت عندك
طموح شخص ان انت توصل لهدف معين وتبقى وتعدي ابوك وتبقى اشهر من ابوك وتبقى احسن من ابوك. وده لعيب الكوره ما بيقعدش يفكر يقول انا ابن مين، لا الكلام ده غلط. ما فيش لعيب كوره، انا اتحدى اي لعيب كوره صغير او لعيب كوره او احنا او اي حد لو كان ابويا لعيب كوره او اي واحد كان ابوه لعيب كوره عايز يبقى زي ابوه، لا عايز يبقى احسن من ابوه. صح. يعني هو مش بيفكر حتى يكمل المشوار بتاع ابوه، يقول لك لا 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 ده كلام زمان، لازم انا اعدي ابويا ولازم اشوف الكوره في اوروبا عامله ازاي واشوف الكوره واللعيبه المحترفه. وخلي بالك الرؤيه المستقبليه لكره القدم مع محمد صلاح اتغيرت. خلينا نتفق ان الكره اتغيرت في مصر. مصر في كان اهلي وزمالك مثلا 5 مليون بيتفرجوا على اهلي وزمالك في مباراه. اهلي وزمالك النهارده محمد صلاح لوحده، ده الاهلي والزمالك بيتكلم مثلا في 30 لعيب من الاهلي و30 لعيب من الزمالك وجهاز فني ومجلس اداره. النهارده محمد صلاح بيلعب مباراه بيبقى ب 30 مليون بيتفرجوا عليه. صحيح. يعني اضعاف اللي انت بتتكلم عليهم. فالرؤيه اتغيرت، الرؤيه بتاعت المشاهد، الرؤيه بتاعت الراجل اللي عنده انتماء لنادي او بيحس. فهنا اللعيبه اولاد اللعيبه بتبقى مظلومه. يعني انا سيب بقاله سنتين بيكافح، مصطفى شوبير بقاله سنتين بيكافح، يوسف اسامه بقاله سنين بيكافح، وفي لعيبه على فكره ممكن يكونوا احسن من اولادنا والظلمه ما خدوش فرصه ان هم اولاد لعيبه. فانت لازم انت بقى تكافح ويبقى عندك الاصرار. وهو مش اللعيبه دي بتبقى شايفه نفسها غيرنا، يعني شايفه نفسها ان هو مثلا عنده امكانيات احسن، مثلا المصطلحات بتاعت الكوره بيكلمها بطريقه احسن، فكره في الكوره احسن، السوشيال ميديا عامله جو عام للعيبه. طب وانت يا كابتن فاروق شايف سيف هيبقى احسن من ملك النص؟ يا اتمنى يكون احسن مني 100 مره. يعني اتمنى يكون احسن. خلي بالك مش عشانه. خلي بالك التاريخ دايما يعني انا لعبت في نادي الزمالك، في لعيبه كبيره لعبت في نادي الاهلي وفي نادي الزمالك، لكن يعني مثل حد مثل صغير كابتن حسن شحاته لعب للاهلي، لعب اسف للزمالك، ولعب كل ولعب في الكويت لثلاث انديه، ولعب اسم الكويت في المنتخب العسكري في المنتخب القاري بتاع بطوله اسيا. لكن في النهايه اما حسن شحاته لعب ودرب منتخب مصر، حسن شحاته بقى اسطوره من اساطير الكوره، ان هو عمل حاجه باسم مصر. وانت لازم اللعيبه دي يبقى عندها طموح، مش الاهلي ولا الزمالك ولا لا، طموحها ان هو يبقى بيمثل مصر حتى لو كان محترف او بيلعب في المنتخب بشكل جيد بشكل كويس، يبقى عنده الرضا. والناس اللي بتهاجم الاولاد دول لا ما يهاجموهمش، ده لسه اولادنا بادئين المشوار، لازم احنا نساندهم. هايل. يعني لازم نساعدهم. صح. واي واحد لعيب كوره عنده ابن لازم زميله يساعده. يعني يساعده لو عنده الحس فيه ان هو عنده موهوب ويقدر يأدي. لازم يقف جنبه، فما يبقاش اللعيب عنده موهبه وممكن تاخد منه منتج جيد في المستقبل وبعدين انت تقعد تضغط عليه وتحاربه وتدوس عليه. الكلام ده بيبقى مش منطقي يعني يا كريم. صحيح. كابتن فاروق جعفر اسطوره كره القدم المصريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.